لو الحكاية فيها إن فيتو. إخوتي في قلب الحركة الوطنية المصرية في مصر، قلب أمتها العربية، في قلب الحركة الناصرية، إخوتي في الكرامة، أهنئكم وأهنئ نفسي بنجاح انعقاد مؤتمركم العام الأول. وأتقدم بالتهنئة لهذا الجمع من القابضين على جمر حلمهم، المنتمين إلى أشواق مشروعة لأمتنا في التحرر والعدل والاستقلال، الذين أعطوا عبر عقود أو أعطوا عبر سنوات من أجيال متعددة يجمعها سعي حثيث مثابر دؤوب لا يكل ولا يتوان نحو غد تستحقه أمتنا ويستحقه شعبنا. إلى مناضلي الكرامة أقول لكم: شدوا العزم، فأنتم تنطلقون من مواريث تستحق الفخر، وأنتم كنتم في قلب شعبكم وشهدائه ومناضليه، وأنتم اليوم على نقطة متقدمة من المسار نحو المستقبل، فتسلحوا بثقة في الله وفي الشعب وفي النفس، واثقين أننا مع شعبنا لا خيار أمامنا إلا النصر، وأن النصر ممكن بل هو الممكن الوحيد كما قال جمال عبد الناصر. نحن واثقون في الله والشعب، مطمئنون إلى عدالة ما نسعى إليه، وليس هناك أبلغ ولا أدل ولا أجمل ولا أنبل مما حدده شعبنا القائد والمعلم: عيش حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية. ولا يوجد شعار أوثق في المعنى وفي اللفظ مما ربينا عليه نحن الناصريون من حرية اشتراكية واحدة ارتباطا بعيش حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية.